اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وصلتني تعليقات جامده جدا على الفيديو اللي نزلناه بتاع الكركمين، وكل الاتصالات يعني مش مصدقين ومستغربين، واسئله حايره والدنيا خربانه، ويقول لك في ناس اتعالجت بالكركمين وناس يا جماعه انا نزلت الفيديو ده على اساس في صفحة صحتك عندنا دكتور عادل ابراهيم، على اساس بوضح ان المكملات الغذائية مش علاج، مش طريقة علاج، ما تنفعش طريقة علاج. فالناس اللي بتستفسر كلها والناس اللي بتستغرب دي، ما هو ايه، شوفوا الفيديو والكلام العلمي اللي محطوط فيه وحطوا عقلكم في راسكم، كل واحد مسؤول عن نفسه. لكن هو المشاهدات كلها اللي جات لي والحالات اللي جات لي كلها بتؤكد ان الكركمين ما ينفعش علاج، ما ينفعش علاج لوحده، ده مكمل غذائي مع حاجة تانية. اما اللي بيستعملوه بقى ككركمين لعلاج المفاصل وتأكل الغضاريف والكلام ده كله، كلام كله أونطة مش بيجيب فايدة. وانا مرت عليا حالات، اللي خلاني اعمل الفيديو ده مخصوص ان جات لي بتاع حوالي 3 4 حالات الكركم متراكم في الجسم، متراكم فعلا بطريقه بشعه، لدرجه ان انا كنت بدي علاج شهرين والمريض يقول لي ان لون البول اصفر غامق بلون الكركم. طب ايه السبب؟ متخزن، كله متخزن في خلايا الجسم، ده ممكن يعمل حاجه اسمها سميه، التوكسيستي بتاعت الكروم لما توصل للمرحله ديت. ف ما ينفعش، ما ينفعش. انا بقول لكم يا جماعه الفيديو ده تعليمي، وان مش بننصح بالكركمين ان يتاخد كعلاج، وكل اللي موجود في السوق ده ما ينفعش يتاخد بدون اشراف طبي، لابد ان يبقى تحت اشراف طبيب متخصص وبيديه في الوقت المناسب ويمنعه في الوقت المناسب. لان لو ما عملش كده السمية بتاعته بتوصل لمرحلة بتوقف وظائف الكبد، بتتعب القلب جامد وبتسبب تشوهات في عضلة القلب، وفي نفس الوقت التراكمات اللي في الكلى دي برضو في ناس حساسة لها، ممكن يؤدي إلى فشل الكلى. فأرجوكوا إن الفيديو ده تشيروه للناس تعرف إيه الصح وإيه الغلط من نبات الكركم والكركمين اللي هو مستخلص منه، وإزاي نستعمله صح. كل حاجة لما تستعمل صح وبعد وبعلم بتبقى الإفادة أحسن والنتيجة أفضل، وما بنروحش بقى في المناطق اللي هي تودي انتوا عارفين. وتأكل الغضاريف عمرها ما اتعالجت بالكركمين، لا، كل حاجة لها أسلوبها، وعالجنا كتير الحمد لله من حالات تأكل الغضاريف ونجحت الطرق العلاج اللي أنا بعملها يعني. فما ينفعش ان حاجة كده وخلاص ونودي الناس في سكة تحصل منها مشاكل وتحصل منها اضرار جانبية صعبة، وكل المشاكل ديت سهلة جدا ان تتعامل طبيا. خلي بالكم طبيا بدون مسكنات، انا مش قصدي واحد يمشي بشنطة مسكنات طول العمر، لا، تتعالج طبيا يعني تتعالج وتخف ونقول له الحمد لله بالسلامة. انت كان عندك تاكل غضاريف، تاكل مفصل، كلام كده. لكن ارجوك شيروا الفيديو بتاع الكركمين ده لانه مهم جدا جدا جدا، وناس كتير هتستفاد منه وناس هتستعمل الكركمين صح. احنا مش في اعتراض مع الكركمين، كل حاجه ولها طريقه، فاذا استعمل صح النتيجه تبقى صح بدون اضرار جانبيه، بدون خطوره على الصحه العامه. فاللي بيستخدم الكركمين ده لابد ان يستشير الدكتور بتاعه ويقول له انا هستعمله مع علاج مناسب من عند حضرتك، بحيث ان تبقى النتيجة 100% والاضرار الجانبية نتجنبها، والصحة العامة اهم حاجة. مش انا عشان اصلح مفصل او اصلح تأكل غضروف اضيع نفسي في حتة تانية، هيطلع من ضغط، هيروح لقلب، هيروح لكلى، هيروح لمواويل، مواويل وما بعدها مواويل.
فاحنا يا جماعة بناقص القصة ديت ان احنا نمشي صح وتابع العلم وتابع ما الكتب ما بتقول ايه، وكل حاجة بتيجي نتيجتها بالاتقان بتاع شغلانة العلم وتطبيقه صح. مع تحياتي دكتور عادل.